يحتاجه الأطفال من النوم من بداية ولادتهم إلى سن المراهقة يشغل الأبوين. بعض القواعد ترشدنا إلى ذلك. صحيفة ميرور البريطانية ذكرت في تقرير نشرته أمس الخميس أنه لا عجب في أن يكون موضوع نوم الأطفال موضوع بحث واسع النطاق، فالآثار المترتبة على عدم الحصول على قسط كاف من النوم كثيرة وتشمل المخاطر المتزايدة للحوادث والبدانة والسكري والاكتئاب، بما في ذلك محاولات الانتحار بالنسبة للمراهقين. ويشغل هذا الموضوع بال الأمهات والآباء الذين يشعرون بالإجهاد ويفكرون بموضوع النوم، وإن كان أبناؤهم يحصلون على ما يكفي من ساعات. تختلف ساعات النوم بحسب عمر الأطفال، مواقع التواصل، احتياجات وإرشادات. وعلى الرغم من أن كل طفل يختلف عن الآخر ولديه احتياجات مختلفة، فإن عيادة ملبون لنوم الأطفال قدمت مجوعة من الإرشادات. أسبوع واحد من العمر: النهار 8 ساعات، الليل 8 ساعات و30 دقيقة. 4 أسابيع من العمر: النهار 6 إلى 7 ساعات، الليل 8 إلى 9 ساعات. 3 أشهر من العمر: النهار 4 إلى 5 ساعات، الليل 10 إلى 11 ساعة. وتشير عيادة ملبوند أيضا إلى أن الأطفال بين عمر 1 و3 أشهر يحتاجون من 11 إلى 13 ساعة نوم. 6 أشهر من العمر: النهار 3 ساعات، الليل 11 ساعة. كلما كان عمر الطفل أقل كانت حاجته للنوم أكثر. غيتي: ساعات ونوم. وبحسب ما تظهره الدراسات فإنه اعتمادا على احتياجات طفلك، فإن ما بين 10 و11 ساعة أو 16 و18 ساعة نوم للأطفال الرضع قد يكفي أيضا لمدة تصل إلى 11 شهرا من عمر الرضيع. 9 أشهر من العمر: النهار 2:30، الليل 11 ساعة. 12 شهرا من العمر: النهار 2:30، الليل 11 ساعة. 2 سنة من العمر: النهار 2:30، الليل 11 ساعة و30 دقيقة. 3 سنوات من العمر: النهار 0 إلى 45 دقيقة، الليل 11 ساعة و30 دقيقة إلى 12 ساعة. قد تختلف حاجات الأطفال للنوم. غيتي: سن المدرسة 4 سنوات من العمر، وقت الليل 11 ساعة و30 دقيقة، وتقريبا يتوقف الطفل بهذه السن عن النوم نهارا. 5 سنوات من العمر، وقت الليل 11 ساعة. 6 سنوات من العمر، الليل 10 ساعات و45 دقيقة. ويجب أن يعرف الأبوان أن أطفالهم يحتاجون من سن 6 حتى 9 ما بين 10 و11 ساعة نوم كل ليلة، كما أن 12 ساعة نوم في هذا العمر جيدة. وفي سن المراهقة تصبح 9 ساعات من النوم كافية لهذا العمر.